الإخوة والأخوات، السلام عليكم. عواشركم مبروكة في هذا رمضان المبارك السعيد. كنت يعني وعدتكم باش نتكلم على واحد العدد ديال المواضيع في الفيديوهات، منها يعني مركز التقل والهرة رانا درتو في القناة، ثم بديت ساعة العمل في فيديو أو فيديوهات، غادي يكون واحد العدد ديال الفيديوهات حول المسافة، إلا أن الموضوع شاسع ومعقد شيئا ما، ولذلك أنا يعني معطل شي شوية في الإنتاج ديال الفيديوهات في القناة، نظرا لأن الموضوع ديال المسافة صعيب شوية. وانا خدام الان كنشتغل فيه، يعني المسافه راه في الحقيقه كاينه واحد العداد ديال الانواع ديال المسافات، ماشي غير في الكاراتي وكان، بل كذلك في الجيدو، في الايكيدو، في الكيك بوكسينغ، في الفول كونتاكت، في المواي تاي، وزيد على ذلك من الفنون القتاليه. في الواقع انني لقيت بانه احنا في الكاراتي راه عندنا يعني داك المفهوم ديال المسافه شويه ضعيف شيئا ما، لان درت واحد الدوره على كاع الفنون القتاليه، لقيت باللي الموضوع ديال المسافه كيطرقوا ليه بواحد الطريقه يعني علميه واستراتيجيه وتكتيكيه الى اخره الى اخره، ولهذا لقيت من الضروري أنني نتكلم على المسافة من خلال واحد المجموعة ديال الفنون الحربية اللي يمكن لينا تساعدنا باش نضبطوا المسافة في الكاراتي. هادشي علاش أنا معطل. فمثلا هنايا الأنواع ديال المسافات، عندنا المسافة الطويلة، المسافة المتوسطة، المسافة القصيرة، وهادو كلهم كيطلبوا واحد النوع ديال التقنيات. في الكاراتي في المسافات الطويلة غادي نديرو تقنيات طويلة، منها الضربات بالرجل، منها الضربات اللي كنتعلاو في الهواء طوبي كوندي، فيها اللي كنقزو طولا سوري كوندي، وهاد المسائل كلها خصني في الحقيقة نتطرق ليها ونبينها ونشرحها بفيديوهات من طبيعة الحال. ثم عندنا المشكل ديال كيفاش غادي نقفلو المسافة، كيفاش غنحافظو عليها، كيفاش غادي نجريوها الإدارة ديال المسافة. هاد الأمور كلها كتطلب شرح وتطبيقات بالفيديوهات. كتلاحظو هنايا أنا كنوريكم العدد ديال الفيديوهات والنصوص اللي غادي يعني اكسبلوطيها، اللي غادي نستعملها. تلاحظوا راه كثيرة كما هنا في العدد ديال الأنواع ديال المسافات، هادشي كامل فيديوهات ونصوص إلى آخره، ونبدأ نستغلها. كيفاش نهرسو المسافة باش ندخلو في المسافة ديال الخصم، عاوتاني واحد العدد ديال الفيديوهات اللي ضروري خصني نشوفها وناخذ منها لقطات باش نشرح بها النص اللي غادي نوجدو ان شاء الله. لان باش تهرس المسافه في الكاراتي ماشي هي ديال البوكس، ماشي هي ديال الكيك بوكسينغ، ماشي هي ديال المواي تاي، ولكن غادا تنفعنا في الكاراتي الا عولنا غير على دوك المسافات اللي معروفين عندنا حنا، ها القصيره، ها المتوسطه، ها الطويله، وكنديروا عليها تمارين بحال ايبون كوميتي، جو ايبون كوميتي، اوكيري جو ايبون كوميتي، كايشي ايبون كوميتي الى اخره. هادو كلهم مسافات يعني معروفه مضبوطه في القاعه، ولكن لا تسمن ولا تغني من جوع في الشارع، لانه الخصم ديالك ما غاديش يعني يبقى معاك في المسافه اللي بغيتي انت،
هي مسافة طويلة، بقى معايا في الطويلة، أنا دخلت معاك شوية، زدت أنت شوية، لا هادشي كلشي ما كاينش. إذا باش تهرس المسافة، باش تدخل المسافة لعند الخصم، راه كخصها دراسة معمقة، وهادشي اللي رانا خدام كندير باش نقدمو للجمهور. الجمهور ديال هاد القناة جمهور مختص محب للفنون الحربية، ولذلك كنبغي الأمور تكون مضبوطة. علاش؟ لأنهم اللي كنحط واحد الفيديو لا يمكن التراجع عنه، ما يمكنش دير واحد الغلط ومن بعد اش غدير باش تصلحو، ما يمكنش إلا تقطع. ولذلك ما كنحط فيديو حتى كنكون متأكد 100% من المحتوى. إذا باش تهرس المسافة وتدخل في المسافة وتكون تتكومباتي مع واحد اللي هو أطول منك قامة وعنده لابورتي أكثر منك، وهنا خصنا نميزو ما بين المسافة، نميزو ما بين المسافة ولابورتي، لأن بنادم إذا كانت يدو طويلة فيها متر ونص وانت يدك فيها غير متر، إذا هو فايتك بنص متر. هو ملي غادي يسدد غادي يوصل ليك متر ونص في يدو، وانت ملي غادي تبغى تسدد عندك عا متر ما غتوصلش ليه، اذا ما عمرك غتدخل عنده وهو غادي يقضي عليك. اذا كيفاش غادي دير؟ كاين واحد العدد ديال التقنيات اللي غادي نشوفهم باذن الله، غادي نشوفوهم كيفاش تدخل لهاد الخصم اللي هو اطول منك وانت قصير، او اقوى منك وانت ضعيف، كيفاش تدخل عنده وكيفاش تسجل النقاط. هادشي من طبيعة الحال كيهمنا بالنسبة للكومبيتيسيون، ملي كنديرو الكومبيتيسيون. أما بالنسبة للكاراتي التقليدي راه كيبقى تقليدي، يعني كيكون المسافة متفق عليها، ولكن في الزنقة راه غير متفق عليها. داكشي اللي كدرب عليه في لاصال ماشي هو اللي غادي تلقاه في الواقع، لأن يعني الواحد غادي يجي غيدخل فيك طول عمره، ما غادي يعرف هو لا مسافة قصيرة ولا متوسطة. ولهذا خصك نتايا تصرف، وباش غتصرف خصك تعرف كيفاش الامور. يعني حتى التسديدات فيهم انواع بجميع الفنون الحربيه. كاين التسديده اللي كتكون ديشن مباشره بحال الاوتسوكي عندنا، ولا لو جاب في لا بوكس، واما كضرب من الجانب دو مانيير انديريكت. وكاينه عاوتاني كيفاش تدخل في المسافه ديال الخصم وتدخل عنده وتقيسو وتسجل وترجع، كيفاش غدير؟ الا مشيتي عنده مباشره راه غادي يعطيك. خصك تخدم على لي زونغل، ملي تخدم على لي زونغل تخدم على البوزيسيون ديال الرجلين، يعني كتشانجي لاكارد، انت مره في لاكارد لاغوش مره في لاكارد لادروات، ولكن ماشي من السهل باش تغير لاكارد وانت ما كتضبطش التقنيات في لي غارد بجوج. خصك تعرف التقنيات، تعرف تقنهم في لي غارد بجوج، وهذه راه مساله صعيبه. وكاين الضربه اللي هي مباشره، وكاين الضربه اللي هي مركبه، يعني واحد جوج ثلاثه عاد كتوصل لعندو. كتلاحظوا دائما مثلا المنافس كيمشي كيقبط لك يدك عاد كيضربك. كاينه مثلا غادي دير غتخدم اوتزوكي، ولكن انت راه باغي تسجل بكياكوتزوكي كدوخو. كاين المساله ديال لي فانت، لي فانت مهمه جدا، وفيها انواع وانواع ديال لي فانت. المهم الموضوع طويل وعريض، وهنايا كتلاحظوا في هاد النص هذا، يعني درت واحد الجميعه ديال النصوص اللي غادي نحتاجهم نخدم عليها، فيها كاع المواضيع. وهذوك المواضيع غادي نقسمهم على واحد العدد ديال الفيديوهات، 4 5 6 او اكثر، باش يشوفوا كل مسافه على حده والاستراتيجيه اللي ممكن تخدم معها. كما كتلاحظوا لا ديستانس انترميديير، لا ديستانس رابروشي، لو كور ا كور، يعني التلاحم،
جسد بجسد، المسافة على حسب التقنية، يعني واحد عدة أشياء اللي ضروري ما نطرق لها وضروري ما نراجع هاد النصوص كلها اللي نقلتها حطيتها هنايا وغادي تنقص. هنا راه كانت 200 صفحة، دابا رانا في 171 صفحة، يعني غادي تطلب ليا واحد الوقت باش ندرسها وناخذ منها المهم وندوز الفيديوهات وناخذ منهم مقاطع مهمة. هادو اللي كتشوفو راهم دي فيديو، راه حتى هما غادي ناخذ منهم. يعني دابا راه ما كتحضرنيش جميع المعلومات اللي غادي يمكن لي دابا نسبقها ونقولها لكم، راه غادي نرتبها في المستقبل. كل فيديو غادي ياخذ واحد الجزء معين من هاد الموضوع ديال المسافة وغادي يتطرق ليه وحدة بوحدة. إذا انتظروني وتسناوني شي شوية وعطيوني الوقت الكافي، لأن راه ما تنبقاش نحط واحد الفيديو اللي ما عنده حتى شي معنى. راه خصني دائما الفيديو يكون عنده واحد لو فون، واحد العمق اللي كيعطي شي حاجة، اللي واخا تشوفو من عامين أو 3 سنين أو من 4 سنين كيبقى دائما فيه واحد الفائدة اللي في وسطو الداخل. هذا اللي كنبغي ندير في هاد الفيديوهات، ولذلك ما غاديش نتسرع، غادي تسناوني واحد شوية وغادي نحط الفيديوهات تباعا وتباعا. وأعدكم بأن هاد المواضيع غتكون مفيدة جدا جدا، لأن المسافة هي كل شيء في الفنون الحربية. إذا ما غاديش نطول عليكم، انتظروني وعواشركم مبروكة وإلى اللقاء.